صباح الورد، صباح الحب، صباح السعادة حبايب قلبي. إن شاء الله هنزل معاكم دلوقتي فطاير الوردة للشاي وللتقديمات. جميل جدا جدا جدا، شكلها بيبقى شيك قوي 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 لما تيجي تقدميها لضيوفك. هنزلها معاكم حالا، وخطواتها سهلة قوي ونتائجها مضمونة بإذن الله. شوف ما شاء الله، حابة تطلعكم جميع الأطراف، تطلعي بقى كل واحدة وردة بوردتها كده. ايه رايكم يا حبايب قلبي؟ طريقه جميله جميله جميله، ولو عندك ضيوف بيبقى شكلها شيك جدا جدا جدا. طبعا انا بقى قطعة عجينه عملتها ايه، كرواسون مني كده صغنون. تمام، انا معاكم ان شاء الله حق الكرواسون لوحدها، لان الكرواسون عجنته بندعك الاول العجينه الطحين بالزبده. تمام، بس انا بما اني بقت معايا فعملت شويه كرواسون مني. تمام كده، فانا حبيت بس اوريكم الفكره الجميله ديت، جميله قوي. او لو عندك ضيوف تقدمي بيها، تقدري تغيري الحشوات، مش عايزه جبن تقدري تحشيها باي حشوه، تشيكن مسحب، لحم مفروم، اي حشوه، جبن كيري، بعدين تسقيها بالعسل براحتك. تمام، يلا يا رب تكون عجبتكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباح السعاده حبايب قلبي، انا دلوقتي هعمل معاكم فطاير تحفه جميله جدا. تقدري تحشيها بالجبن الابيض او الفانيلا او اي رب جبن تحبيه، جبن نعناع، جبن انا هحشيها جبن نعناع. تمام، هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونعرف المقادير بتاعتنا. الفطاير بتطلع تحفه وجميله جدا جدا جدا، وبتبقى طريه حتى لما تسيبيها عندك طول النهار طريه وطازه. تمام، يعني محتاجش تشيلها في الفريزر عشان تطلعيها تسخنيها، تفضل معاكي كده متقدميها تفضل معاكي جميله وطازه وطريه خالص. هنعرف دلوقتي ازاي هنعملها، وعشان تطلع معانا جميله وطريه، عشان بيشتكوا بالفطاير اللي بتبقى معاهم ناشفه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير عندي كوبايه كبيره قوي كده طحين، هحطها هنا في بولتي، كوبايه من الطحين، وشويه طبعا زيت هيبقى عندي في السماء، ورشه ملح، وثلاث معالق سكر. الكوبايه الطحين الكبيره قوي دي اللي هو الحجم ده كانها بوله كبيره، عليها ثلاث معالق سكر، كل كوبايه طحين ثلاث معالق سكر صغار. تمام، وحبه البركه اختياري، حباها او لا او رفضها تستغني عنها عادي، ومعلقه خميره، وكوبايه حليب عندي دافي عشان ايه هجمع بيها، وعلبه روب، وهحتاج حليب بودره برده تاني عشان انا عايزاها حليبيه قوي. تمام، هاخد دلوقتي مواد الجاف على بعض، هحط رشه الملح، ثلاث معالق سكر، وهحط حبه البركه او الحبه السوداء زي ما بيسموها، وهحط الخميره، بسم الله، معلقه خميره، وهحط حليب باودر. انا طبعا هجمع بحليب وروب، الروب كل علبه، كل كوباية طحين كوباية كبيرة كده عليها علبة روب، ومعلقة كبيرة حليب بودر، الخميرة دي يا جماعة ممتازة جدا للأكل المعجنات. تمام، هيبقى عندي كده التلاتة دول، الروب والحليب والزيت، هخلط دول كويس قوي. اول حاجه شويه حليب دافي بس عشان ينشط لي الخميره، اول حاجه كده تقلبتين، بعدين انزل بعلبه الروب. بعد كده هنزل حالا بعلبه الايه الروب بتاعتي. الروب ده هو اللي بيخلي العجينه خطيره خطيره، بيخلي العجينه هتشوفوها معانا لغايه بعد ما تستوي تبقى جميله ازاي وناعمه. وابدأي بقى
دقيق جمعي ادعكي عجينك عادي كويس جدا ما تدعكيه. ده يبقى ادعكي فيها لغايه ما بطل التلسيق. كده قعدنا دعكنا فيها لغايه ما بطل التلسيق. هنحط عليها شويه بقى زيت من فوق كده حوالي معلقه كبيره وبس ونسيبها. بس انا عايزه بس اوريكم ايه القوام اللي احنا بنخلي فيها. شايفين الاسترتش ده؟ شايفين القوام ده خطير. بس هنسيبها بقى في مكان دافي لمده، طبعا انتوا عارفين احنا العجين عندنا بنعمله ازاي. هنسيبها في مكان دافي لمده 10 دقائق اول حاجه، او من اي ترتفع او ربع ساعه نروح مجمعينها ومنزلينها تاني. بعد كده ترتفع تاني نروح مجمعينها ومنزلينها تاني. المره الثالثه نشتغل بيها تمام. ده هيخلي فطيرك تحفه، سواء فطيرك او التوست او معجنات، اي معجنات اعملها بالطريقه دي ثلاث مرات. اول مره 10 دقائق ربع ساعه وتلميها، بعد كده تغطيها تاني، بعدين ترتفع تاني بعد ربع ساعه تنزليها تاني، بعد كده المره الثالثه تجمعيها وتشتغلي بيها تمام. احنا دلوقتي هنغطيها ونسيبها لغايه ما نرجع نشتغل بيها بالطريقه اللي احنا قلنا عليها. شايفينها؟ قلنا الاختبار تحطي ايدك كده تعرفي ان هي تمام، وجمعناها مرتين. ودلوقتي هنبدا نفردها ونعملها. بسم الله الرحمن الرحيم. تاخدي من العجينه كده وتفرديها، ما شاء الله عليها زي ما انتم شايفين جميله جدا. وطريقه الفرد كلنا بقينا نعرف نفردها كده 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 بكل سهوله تمام. تعكسيها كده بعد ما قطعناها أربعة الواحدة، بعد ما قطعناها أربعة بنبدأ نفردها كده بكل سهولة تمام. بعد ما فردت معانا مدور حلو هنبدأ نعمل ايه؟ شوفوا هنفتح كده، نفتح من هنا، نفتح من هنا، نفتح من هنا اهي بكل سهولة تمام. بالشكل ده، الشكل ده كده خلاص. بعد كده تروحي حاطة، انا هحشيها جبن نعناع، واخده الجبن النعناع بتاعك حطها تقفلي عليها كده تمام كده، وتبدأي ترصيها بقى في القالب بتاعك. قفلت معاكي بالشكل الجميل ده اهي، وليها قاعدة. ترصي رشة هنا في القالب بتاعك تاخدي الوردة بتاعتك وترصي تمام كده. يلا انا هكمل كل كميتي بالشكل ده معكم واحدة تانية. تاخدي الجبن بتاعك نزليه في النص وتقفلي عليه الوردة بالشكل ده كده
تمام كده، هنعمل كلها بالشكل ده وهتشوفوها شكلها خطير وطعمها خطير. حبايب قلبي هندخلها بقى الفرن. تمام، حطينا على وشها رشة زبدة، رشة زبدة رشة زبدة كده، وندخلها بقى الفرن. تمام، وكده انا خلاص خلصت معاكم الوصفة احلى فطاير وردة للضيافة. اذا كانت عجبتكم الوصفة ما تنسوني سبسكرايب ولايك وشير، والسلام عليكم.